دونك يمشيو مع الفازلين فازلين بارتو راه كتبع بيتيت حتى عند هذاك اللي كيفرش في الزنقه دونك هذيك راه فازلين فازلين ما فيهاش المزوره ولا ما فيهاش فوالا كناخذوا فازلين واحد معلقه كبيره منها دونك كناخذوا كذلك زيت ارغان زيت ارغان كناخذوا جوج معالق كبار جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون فوالا كناخذوا كذلك هذاك البودره ديال الاطفال اللي كنديروها للطياب ديال لي بيبي كناخذوا تقريبا واحد المقدار ديال جوج معالق كندوبوا هذيك الفازلين بحمام بشكل حمام مريم كنزيدوا عليه زيت الزيتون كنزيدوا عليه كذلك هذاك البودره ديال الاطفال وكنبداو نحركوا وحنا هذيك البودره هي اللي غتتكون لنا هذاك الكريم تشوفوا دونك قد ما ضفنا البودره قد ما هذاك الكريم كيتجمع كيولي كريم عادي بيض كيف ما كتشوفي فوالا كنزيدوا عليه معلقه صغيره ديال لاصود ديال بيكربونات بيكربونات دو صود فوالا هذيك بكر كتعاوننا بزاف في التقشير وكت يعني كتحيد لنا حتى داك الجلد الميت وكتحيي لنا جلد جيد جدا كذلك كنديروا راس المعلقه ديال الشبه للاشاره هنا الشبه وجداتنا وداكشي اللي ذكرت فهي عندها واحد المنافع كثيره الشبه حتى هي كذلك وكتجبد لنا البشره نعم دونك واحد الراس ديال معلقه صغيره في هذه الاشياء وبالتالي هذيك الشبه في الاخر حتى كنخلطوا ديك الكريمات وكنزيدوا ديك لاصو حتى الاخر حتى كيتجمع الكريم وكنزيدوا ديك الحبيبات ديال الشبه غير راس المعلقه فكتعطينا افي غوماج فوالا دونك علاش انا كنفضل كريمات الرجلين دائما يكون فيهم ديك الحبيبات ديال الغوماج باش كيعاونونا في هذا يعني باش التقشير ملي كتبغي تنعس السيده كتشد تدهن الرجل ديالها الكعب ديالها الرجل ديالها كامله كدهنها وكدير واحد ايبيس واحد يعني الكريم تخليه شويه غليظ فوق من الرجل ديالها وتقدر تلبس واحد تقاشر او تقاشر ديال القطن خفاف هذا باش كيبقى داك الكريم ما يديعش ليها وفي الصباح كتغسل رجلها ساعدين تقريبا غير واحد المده ديال اسبوع كتعطيك فريمون واحد الرجل بلا مشق